اليوم بحلقتنا من شباب البلد رح نحكي عن النوادي الرياضية، أهم الأمور اللي لازم تتوفر فيها، أهليتها وأهلية الطاقم اللي بيدرب فيها، وكمان عن بعض الممارسات اللي بيمارسوها الشباب اللي بيتدربوا والصبايا كمان. يعني ارتياد الشباب في الآونة الأخيرة زاد على النوادي الرياضية، هل هو مجرد هدف صحي أو مجرد موضة وبرستيج أو هو تنفيس عن ضغوطات الحياة؟ لنعرف أكثر عن الموضوع، موضوع حلقتنا لليوم من شباب البلد، خليني أرحب بالبداية بضيفي شادي حنا المدرب الرياضي. أهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا فيك شادي. كمان ما بنسى الجمهور اللي معانا، شباب وصبايا أغلبكم ترتادوا النوادي الرياضية، اهلا فيكم. طيب شادي، بدنا يعني زي ما حكينا، الشباب عم وين رايح على النادي من وين راجع من النادي، هل هي فعلا صارت اسلوب حياه ومجرد موضه، او فعلا هي مجرد او هي فعلا يعني هدف صحي؟ هلا بالاول هي صفت، هلا نحكي شوي طريقه الحياه، انه لازم يكون في نادي للشباب. انه وين رايح زي ما قلتي على النادي، وين جاي من النادي، انه صفى انه عم كلهم بيحاولوا يكونوا زي بعض، فبدهم يروحوا على النادي طبعا، لانه انفتحنا احنا شوي على الميديا، عم بيشوفوا الشباب التانيين اجسامهم حلوه مرتبين كل هاي الشغلات، فعمالهم بيلحقوا الموضه. يعني بدنا نعاود نرجع انه نحكي انه هذه برضه موضه لحقوها، وحسب في ناس مثلا بكون في عندها اشياء صحيه طبعا ما ننساهم بيروحوا، وفي ناس مثلا بكونوا هم بحبوا الرياضه من صغر وبيلعبوا الرياضه، بس بشكل عام يعني بتكون بالوقت الحالي خلينا نحكي انه شوي موضة صارت. يعني قد ايه مثلا حسب خبرتك من امتى يعني بلشوا الشباب يروحوا على النوادي؟ يعني احنا نحكي من زادت. سنتين تقريبا، ثلاث سنين عم نشوف الفئة الصغيرة من الشباب تتوجه كثير على النوادي. يعني من فئة 13 14 من فئة سنة. لا نحكي من 16 18 هذول عم بتوجهوا كثير للنوادي. مش زي قبل. اول ما يجوا عندكم على النادي ايش بتلاحظ عليهم؟ للشباب اللي هلا كل كل حدا بيجي بده إشي، يعني مثلا بيجي مثلا بقول لك انا بدي هيك انا بدي هيك انا بدي هيك، لسه بكونوا مش عارفين بالضبط ايش بدهم، بكون مش متطلع على مثلا حاله، مثلا بجوز يكون هو مليان شوي، او ممكن يكون هو ضعيف، او ممكن يكون هو جسمه مثلا بيتناسب مع هاي الرياضه ولا ما بيتناسب معها، بس بشكل عام يعني بنشتغل معهم شوي شوي، بس اكيد بيدخلوا بحماس وبجديه وهيك، وممكن ما يلاقوها صعبه، ما في ناس ما بتكملش يعني كمان، او يمكن بدهم نتيجه سريعه. طبعا بدهم سريعه جدا. وانا منهم. طيب خلينا ننتقل لمقابلات شادي من احد النوادي في مدينه رام الله مع شباب وصبايا بيلعبوا بشكل يومي في النادي، وبنرجع لنكمل حلقتنا. اولا انا صار لي بلعب تقريبا سنه ونص، ونوعيه الالعاب اللي بلعبها انا شخصيا بلعب العاب قوى والعاب بتركز بس على رفع الاثقال والحديد. الرياضه لها بالاخر ثمنها، بالذات الرياضه الحديد هي من واحده من اغلى الرياضات في العالم، من اكل لاشتراك لمكملات، تقريبا 650 شيكل في الاسبوع تكلف لواحد عنده نظام حياه في النادي، فبدها وقت وبدها مصاري. أنا ما بشتغلش، أنا طالب. النادي بالنسبة لي الرياضة تقدر تقولي صارت تنفيذ ضغط. مجتمعنا فيه كتير ضغط، من حواجز، من شغل، من بيت، من ناس، تعامل ناس مع بعض، الكل زعلانة، فصار بحاول أدور على طريقة أن أنفذ ضغطي، أطلع زعلي المضايقات اللي بجسمي في رياضة، فصار انه النادي بالنسبة لي تقدر تقولي علاج ثيرابي. طبعا النوادي معظمها انه المفروض يكون في عليها رقابة من ناحية وزارة الصحة، ومن ناحية المحافظة، ومن ناحية الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام والرياضة. الأسعار مش إنه تكون مرتفعة، الأسعار بتكون متوسطة، يوم يكون في الجم عنده خدمات عالية المفروض إنه يكون معتمد على سعر يكون يعني مناسب مع الخدمة اللي بيقدمها. بلشنا بالهواية هاي، إنه أنا حبيت هاي الممارسة، كنت كتير أحضر إنه بمستويات برا كتير عالمية وهيك، كنا نحضر فيديوهات،
وإن شاء الله الحمد لله رب العالمين تطورت. بعد حوالي 8 أشهر قضت ببطولة ناشئين بسرية رام الله وحصلت على المركز الأول، ومن بعدها أنا حصلت على حوالي 9 بطولات لكمال الأجسام، بس للأسف ما كان في داعم ولا في أي شيء، فأنا اضطريت أنه أنتقل للعبة اللي هي القوة البدنية. عشان احافظ على وزني، لياقه، بعدين هو يعني ممارسه الرياضه كل يوم بتخلي عندك طاقه ايجابيه، فانا كثير بنبسط انه باجي كل يوم العب. اللي بتعود على الرياضه بتصير إشي في حياته اليوميه، يعني مثلا انا اول شهر يمكن كنت اتغلب شوي لانه مش متعوده اجي العب، بس هلا صار لي مثلا 4 شهور بلعب رياضه، فخلص انه لا يلا الشهر الجاي ما راح اكسل، على طول بجدد اشتراكي وباجي بلعب، فيش مجال اتراجع يوم يعني. رجعنا لكم مشاهدينا في شباب البلد وعن موضوع الأندية الرياضية. يعني كابتن زي ما شفت تقرير كان حلو، حتى شجعتنا هيك شوي الموسيقى والرياضة، بس في نقطة انذكرت في التقرير عن موضوع أنه هاي الرياضات قاعدة بتكون شوي مكلفة، يعني صحيح أنه الواحد بيروح عشان جسمه بس كمان مكلفة ماديا بالنسبة للمتدرب. مكلفة هلا حسب هو وين رايح. هو مثلا بده يلعب كمال أجسام ولا هو بده يلعب رياضة عادية؟ اللي بده يلعب رياضة عادية بيدفع الاشتراك الشهري تبع النادي، طبعا بده يدير باله على أكله وبتصرف طبيعي، هذا اللي بده يلعب بني آدم طبيعي بده يلعب رياضة طبيعية. أما اللي مثلا بده يروح على كمال أجسام طبعا بده تكون في عندك غير الاشتراك في عندك المكملات الغذائية، بده يدير باله على أكله وكل هاي الشغلات طبعا، فبدأ تسف عليه أنه مكلفة. لكن حتى قضية الاشتراك، قصة الاشتراك في النادي يعني بأسعار عالية، يعني هي مش متناول كل الشباب. مظبوط. إيش السبب برأيك؟ الأسعار لأنه في الإقبال على النوادي صفة بشكل كبير، وفابدهم يعني يستفيدوا برضه تبعون النوادي. طيب يعني كمان حكوا عن نقطة الرقابة على النوادي، إنه لازم يكون في رقابة أكثر على النوادي. ليش بتحسوا إن هذا الإشي مهم عشان النادي يعطي نوعية خدمة منيحة للمتدرب اللي جاي عنده، كمان للحفاظ عليه إنه يكون في عندنا ناس مؤهلين لو لا سمح الله مثلاً صابوا إغماء أو صار له شيء صحي يكون في حدا مؤهل إنه يتعامل معاه. هلا بشكل عام نحكي عن الجميع النوادي بحكي اللي معروفة برام الله، نحكي نقدر نقول بشكل عام مؤهلين، يعني ما بدي من ناحية صحية، أنا عم بحكي هلا غير إذا صار حالات إخماء أو إشي، من ناحية صحية كل النوادي نظيفة بشكل عام، نظيفة الماشينز تبعونها منيحة، كل هاي الشغلات مرتبة. بس هلا بالنسبة لحالات الإخماء هذه مش من مسؤولية النادي، يعني من مسؤولية المدرب اللي موجود في صالة التدريب. يعني هل هو بيكون قادر على التعامل مع هذا الموضوع؟ عادة ماخذ دورات مؤهل لهذا الموضوع؟ هلا مفروض اي مدرب يكون ماخذ دورة على القليلة المبتدئة، يعرف كيف يتعامل مع الإسعافات الأولية. بالإسعافات الأولية بشكل عام، يعرف كيف يتعامل مع الموضوع اللي راح يصير قدامه، اي قصة مثلا حدا اغمى عليه او مثلا صار شد عضلي مفاجئ او مثلا لا سمح الله اي كسر اي شيء في بالصالة الحديد. طيب يعني نوادينا عم تختار المدربين على اساس مثلا دراسه او هو خبره، وامتى في بعض النوادي بنشوفهم بحولوا المتدربين لمدربين، فكيف يعني انه بس مجرد انه تدرب عنده فتره وخلاص تحول لمدرب؟ هذه نقطه حلوه. عندنا صفه مزبوط، هذه مشكله، فيش مدربين كثير بالبلد عندهم خبره، فعمالهم بيضطروا اصحاب النوادي انهم يروحوا على شاب كان يتدرب عنده او عنده خبره كثير صغيره سنتين او سنه، بياخده بشغله عنده. طبعا بده يكون عندك معاشه اقل، بده يكون عندك طبعا بده يكون عنده المعاش اقل، بده يكون عنده بكون مسيطر عليه بطريقه بتختلف عن مثلا يجيب مثلا مدرب معروف اسمه بيدربه طبعا لانه ما بيشتغلش، يعني بتلاقيهم كمان هدول المدربين من الفئه العمريه الصغيره مش الفئه الكبيره.
الناس اللي بيجوا عن خبره مثلا بيكون انه متدرب 9 سنين ولا 10 سنين هذول عارف اذا كانوا مع شهاده يعني هذول اذا كانوا مع شهاده لانه بكون عارف هي لعبه الرياضه هي زي ايمان انت كيف ايش انت شفت ايش انت استفدت ايش انت عملت انتجت بهذه الفتره ايش انت بتقدر تعطي للي قدامك بس لما يكون واحد جديد لسه على الخبره جديد ما بيعرف شيء طبعا مش راح يقدر يعطيك يعني زي ما واحد 9 سنين طيب مثلا شو رايكم نشوف راي الجمهور الصبايا والشباب اللي حاضرين معنا يعني اغلبكم بتروحوا على نوادي رياضيه ايش الهدف يعني احنا شفنا بالتقرير انه بيحكوا الشباب تنفيس عن ضغط يعني حواجز وحياه واحتلال يعني انتم شو هدفكم مين حابب يحكي يعني شو وين جاي عبالكم تحكوا اليوم تفضل وفي معبى اهداف الواحد يروح فرضا عن النادي انت بتشارك في نادي يعني انت نعم انا بشارك في النادي وانا بشارك مع الكوتش شادي وانا من القدس من جبل مكبر وباجي من جبل مكبر على رام الله وبطلع على يوميا على النادي خصيصا النادي خصيصا والله حلو خصوصا طيب يعني لما بدك تروح تشترك في نادي شو الاشي اللي بتفكر فيه المعيار اللي بتحطه هلا اول اشي يعني الواحد بيفكر ليش بدي يروح على نادي يعني اول اشي انه عشان انا اوكي بدي احافظ على جسمي هلا في ناس اوكي بقول لك انا بدي اروح على نادي بس عشان زي اتسلى حسب عنه نادي انا رايح هلا في معبى نوادي خصوصا في القدس يعني انا كمان بقدر اشترك فيها بس انا كمان بطلع على حوالي زي الليفل النادي اللي هو فيها كيف انت فرضا بدك تروح تنام في اوتيل يا بتروح على 4 نجوم يا 5 نجوم يا 6 كمان يعني هيك النوادي يعني فاز زي تراي فيتنس ما يعني مش ضروري ان نذكر اسامي بس انا اظن انه في نوادي معروفين يعني من ناحيه المعيار طب انت حققت هدفك اللي رحت فيه عشانه على النادي انا كان وزني قبل سنه 97 مع الكوتش شادي يعني نزل لي لحوالي 68 بعدين صار شوي شوي يرفع لي من ناحيه عضل ماسل ماس ويخفف مني ولسه مستمر مستمر لا ما شاء الله يعني مبين عليه طيب حابين كمان نسمع منكم هون اي حدا بيحب لما بده يروح على نادي ايش بيكون المعيار اللي عنده لينقي مثلا هذا النادي هو اللي بدي اروح عليه والخدمات الموجوده او خلينا نشوف هي بالبدايه بتروحي على النادي انت يعني بشكل يومي وايش هدفك هلا انا مثل الباقي في مجتمعنا انه احنا ما بنربى والكلتشر تبعتنا انه لازم نلعب رياضه دائما بنشوف انه الدول الغربيه انه كيف عندهم الاكل والطلعه على الشغل كمان عندهم رياضه هلا انا كان هدفي انه لما قلت بدي اتوجه للرياضه انه اعمل بادي شيبينج فطبعا قبل النادي انا سالت مين الترينر فكنت محظوظه بالبيرسونال ترينر هو الكوتش هادي هلا بس الرياضه مثل المصيده يعني انه انت بتروح بتحقق الهدف الاول بس بتكتشف قديش بتفرق حياتك بتفرق انه من ناحيه صحيه جسديا وعقليا بتفرق كمان انه انت عم بتصفي عم بتقضي وقت كتير مفيد كنت تقضيه بطريقه يعني مثلا انه الواحد ضل بالبيت او كسول كمان نفس الشيء بينعكس على كل مجالات اللي بحياتك يعني طريقه الاكل هي غير الطاقه الايجابيه كمان نوعيه الاكل يعني بتحس حالك انه انت كيف عم تستثمر بسياره او ببيت انت هلا عم تستثمر بجسدك لقدام اللي رح يخدمك لقدام فانا كثير مرات الجمله دائما بقولها انه كيف ما كنت العب رياضه من زمان يعني مع كل هاي الفوائد وانا بشجع كل حدا بالذات بالجيل هذا انه يروح على النادي حتى لو كان بسبب الموضه اولها بعدين رح يكتشف انه لا انه كثير في فوائد طب يعني انت حكيتي نقطه كثير مهمه قلتي انه هي اسلوب حياه عند الغرب لكن احنا بناخذها شيء ترفيه بس هو اللي بجرب الرياضه صح وبيكون موفق بنادي موفق بكوتش صح ما بيقدر يترك الرياضه بعدين خلص بتصير اسلوب حياه احنا راح نرجع نكمل حلقتنا مع بعض بس خلينا ننتقل معكم ومع مشاهدينا للاذان العشاء وبنرجع نتابع معكم شباب البلد ورجعنا مشاهدينا لنكمل حلقتنا من شباب البلد وارتياد الشباب للأندية الرياضية يعني شباب بدي أرجع نكمل حوارنا محمد أنت من أكثر الناس اللي بتروح يوم يوم على النوادي أنا حرق جانب أواعي النادي بالضبط احكي لي شو هدفك لما تروح النادي بشو بتحس يعني؟ طبعا أول شيء هدفي أول شيء لما رحت على النادي فشفت كثير في شغلات كثير حلوة أول شيء النظافة ترتيب إدارة منيحة مدربين مناح يعني النادي يعني ملفت للانتباه أول ما فتت له فالنادي برضو اللي كنت بلعب فيه بلعب في بلاتيني ساعدني بخسارة من وزني 24 كيلو يعني أنا ما كنتش أتوقع أني أخسر هالوزن ب
بفترة معينة شهرين زدت 24 كيلو، فكانت عندي سمنة زائدة. قرب المايك واحكي لي قديه، ذكرني قديه كان وزنك؟ 111 هلا صار 88. ما شاء الله. والله قديه لك فترة بتلعب؟ إلي يعني تقريبا 4 أشهر، بس نزلت بمدة شهرين ال 24 كيلو، فهلا حاليا عم بشد جسمي وعم ببلش إنه أبلش في العضل ونبلش نواكب الموضة وإشي. يعني حسيت إنك أنت حابب تكمل، يعني مش طبعاً إنك إشي أكيد راح أكمل. خلاص. قديش غيرت حياتك من هذا الإشي؟ 180 درجة، يعني اللي بيشوفني له سنة وسنتين اللي مش شايفني وبيشوفني هلا بحكي لي أنت فارق هسه النص. تفاجأ. يعني في نص تاني راح، محمد نصه راح. هو فعليا احنا ملاحظين هذا الشيء من الحلقه الماضيه لحد اليوم. اه طبعا انا خايف الحلقه الجايه بتكون دايب. لا 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 تخافش من دوبش. طيب مين كمان من الصبايا هون حابين تشاركوا معنا يعني في موضوع النوادي الرياضيه؟ يعني انت لما بدك تروحي على نادي شو الشيء اللي بتكوني دائما تطمحي له؟ هلا اكيد الكل بيطمح انه ينزل من وزنه، وخصوصا انه هلا انا خريجه فلازم انزل من وزني عشان حفله التخرج، مش لاقي شيء ثاني دائما هاي المناسبات اللي بالضبط. وكمان شيء انه تفريغ، احنا بمجتمع كثير مضغوطين، الجامعه الضغط الرئيسي لنا، لا احتلال ولا بطيخ، اكيد بضغطنا بس مش زي الجامعه، الحياه الجامعيه كثير بتضغط. فانا مباشره بروح من الجامعه بنزل على النادي، ويعني كثير بنبسط، بحس انه لا عن جد مكان للتفريغ. لقيت يعني نتيجه؟ اه اكيد. ما ليش الا شهر يعني بقطع انا مش مستمر، بس انه كل ما احس ضغط شيء فمباشره بلجا للنادي. طيب الصبايا اللي جنبك يعني اول شيء بتروحي او لا؟ انت شكلك ما بتروحي. لا بروح. انا عارفه مع الرياضه شكلها. لا مش عشان شيء، يعني اللياقه البدنيه كثير منيحه بس انا مش محتاجه، غير اني بمشي كثير فما بروح على النوادي الرياضيه، بس مفكر في الموضوع. ومن اكثر الشغلات اني افكر بالموضوع، بهمني مكانه برام الله يكون سهل اني اوصل له، يعني ما اخذ له زي هو بيجي من جبل المكبر علشان مثلا نادي. انا مش راح اخذها بعين الاعتبار انه اروح على مكان معين علشان انه احسن من مكان ثاني، ممكن بس بطبيعه الخدمات اللي بقدموها. مثلا في نوادي فيها سباحه، نوادي ما فيها سباحه، فممكن اروح مثلا على نادي معين علشان الخدمه اللي هو بيقدمها. طيب انتوا حكينا قبل شوي عن قصه السعر، كطلاب جامعه قديش هذا الشيء بيكون عائق قدامكم انكم تدخلوا نادي عشان مرات الاسعار بتكون عاليه؟ هلا هو عائق لان احنا ما بنشتغلش وبناخذ مصروفنا من اهلنا، والاسعار نوعا ما عاليه ومرتفعه، فوالله ممكن يكون من الاسباب اللي ما تخليناش نروح عليهم. يعني انا اكتشفت سبب جديد. ممكن لانه لا هو مرتفع صحيح، ف ما ظنيتش يعني انه. بس انت حكيتي نقطه مهمه برضو انك انت بتمارس بتروحي بتمشي يمكن بمشي كل يوم. انا من النوع اللي بمشي كثير، يعني انا بستمتع بالمشي، فهو يعني اجى كمكمل لإلي كاني احافظ فيه على جسمي اكثر من مالي. طيب كمان هون ايمان حابه تشارك. انا بدي احكي عن النوادي الرياضيه. انا مثلا شخصيا ما بروح على نادي رياضي بس بمشي كثير 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 بمشي. ما بروح على نادي رياضي، انا في قريه وفعلا نادي رياضي بس بحس ما مش المعايير المطلوبه يعني من كثير نواحي. انه ارجع على نادي رياضي في المدينه مفكر في الموضوع، طالما صاحباتي كثير بيشجعوني لاسباب كثيره، بس في عوائق. انه انا طالب جامعي، انا وبده تكاليف شهريه وبده كثير ترتيبات، وبرضه انه الوقت، يعني انا كيف بدي الحق اروح؟ هو دائما بيكون الوقت مسائي احسن من الوقت الصباحي، بيكون احنا عندنا جامعه اشياء كثيره، فهو الوقت المسائي انا بدي الحق اروح على انا منطقتي بعيده يعني، فبرضه هذا عائق. طيب شكرا كثير لك. مش رايكم ننتقل مع بعض لنتابع فقرتنا اللي دائما بتعدينا إياها زميلتنا ديال الزعارير، فقرة تواصل واللي بتتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف هالأسبوع ديالة شو مجهزتنا ونرجع مع بعض. الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من تواصل. تنتشر نوادي كمال الأجسام في معظم المناطق الفلسطينية، ويرتادها الكثير من الطامحين لبناء رياضي ضخم، إما المشاركة في بطولات كمال الأجسام أو الحصول على جسم مفصل للعضلات. لكن هذه الرياضة ليست بعيدة التدخل البشري، فنجد بعض النوادي تروج لهرمونات صناعية تعطي من يتناولها عضلات ضخمة في أشهر قليلة،
أسرع بأضعاف ما سيحصل عليه اللاعب من ضخامة على طريق التمارين العادية. والسؤال الأبرز، ما أضرار هذه الهرمونات وكيف تصل للاعبي كمال الأجسام؟ وبسبب نقص التوعية وغياب الرقابة أصبح الشباب هدفا سهلا للمتاجرة بتلك المكملات الغذائية والهرمونات، والتي يكون بعضها مرخصا والبعض الآخر لا نعلم مصدره ومن أين تم جلبه. وبسبب الممارسات الخاطئة التي يقع فيها بعض الشبان بسبب إقبالهم على تناول المنشطات والهرمونات بشكل مبالغ فيه دون معرفتهم التامة بالأضرار التي قد تخفى على الشباب الذي لا هم له سوى أن يكون بمظهر مشاهير أفلام الأكشن، فإنها ربما تؤدي إلى إصابة هؤلاء الشباب بالأمراض كتجلط الشرايين وارتفاع ضغط الدم والعقم وغيرها من الأمراض الخطيرة، وربما تصل إلى بعض الأحيان إلى تعرضهم لخطر الموت المفاجئ بسبب عدم اتباع هؤلاء الشباب للإرشادات الصحيحة السليمة لممارسة تلك المكملات الغذائية أو جهلهم بمخاطرها بعد انتشار هذه المكملات الغذائية الصناعية البديلة عن المكملات الغذائية الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لها بشكل غير طبيعي. دفع الشباب للحصول عليها لبناء جسم رياضي ضخم، ودفع الهوس الشديد للحصول السريع على جسم رياضي رشيق، الهدف من تصنيعها جني أرباح كبيرة بطرق غير شرعية دون الاكتراث بصحة الإنسان. فالإقبال على المكملات الغذائية الرياضية أصبح ظاهرة بارزة بين الشباب من أجل تكوين جسم لافت للأنظار، وذلك من دون الحرص والتأكد منهم على صحة المواد المباعة ومدى مطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة الصحة على المحال والأندية الرياضية. مشاهدينا الكرام، لهون بتنتهي فقرتنا، لكن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على موقع الصفحة facebook.com/شباب البلد. شكرا لديالا الزعرير على هالفقرة الجميلة. شادي، قبل لنحكي عن مثل ما ذكرت بالفقرة عن المقويات والمنشطات، حبي قبل لا تضيع النقطة، الصبية هنا خلال النقاش قالت انه كطلاب جامعة الاشتراك عالي في النوادي الرياضية، كمان الوقت يمكن ما بيسمح لهم انه على طول الوقت هم في الجامعة ما يروحوا على نادي، فبرأيك ايش البديل؟ هلا لازم يكون في بديل، لازم عندنا الجامعات تأمن نوادي لطلاب الرياضة ويكون السعر مناسب لهم، او ممكن كمان يكون انه للطلاب يعني مع مثلا مع القسط الجامعي تبعهم يكونوا بيقدروا يستعملوا النادي الموجود، كيف مثلا في سكن للطلاب لازم يكون في كمان نادي للطلاب. بكل المجتمعات الغربية بنلاقي انه في نوادي بيكون مع الجامعات عشان برضو يكسبوا الوقت ويكسبوا الصحة، والطالب يعني يهتم يكون اهتماماته رياضية أكثر من ما يروح يهتم لأشياء تانية، مثلا يلعب يعمل مثلا يدرس يلعب الرياضة يضل بأجواء دراسية، مش مثلا يصير يطلع على كافيهات قهاوي يعني. هذه الفكرة بتحدي كتير من ظاهرة التدخين. طيب في كمان نقطتين مهمات حكوهم الصبايا. إيمان حكت إنه أنا مش محتاجة للرياضة، هي وصبيتين، إنهم بيمشوا كتير وبعدها، وفي كمان صبية حكت إنه عشان حفلة التخرج بدها تنحف وتضعف بسرعة. نحكي على تبعت حفلة التخرج تعرفها وهي تحكي. في كتير صبايا عم بفكر إنه بدها تنزل وزنها آخر، تتذكر حالها آخر شهرين ثلاثة طول السنة بتكون ما شاء الله. أيوه آخر شهرين بصير بدها تضعف، طبعا مش رح تضعف، مش رح تنزل بالطريقة المناسبة. في عنا إذا بتنزل بسرعة رح تعود ترجع بسرعة، هذا إذا نزلت يعني لهذا. فهذا غلط. بالنسبة للصبايا اللي بتحكي عم بمشي كتير، حلو المشي حلو يعني، هي رياضة يعني نوعا ما
منيحة نحكي، بس هي مش مثل لما يكون أنت في نادي، جو النادي عم بعطيك حافز أكتر، جو النادي بعطيك مزبوط عم بعطيك بتصير تفهمي الرياضة بطريقة تانية، مش بس إنه عم بمشي، يعني مش كل يوم رح تمشي، يعني ممكن تفكر حتى طريقة المشي تبعتها يومية، جسمها رح يتعود عليها، مش رح يبطل يحرق سعرات حرارية زي تروح بنادي في عندك عدة ماشينز، عدة ماكينات تلعب عليها فبتحرق أكتر وبتستفيد أكتر. شادي مثل ما شفنا بالفقرة حكيت الصبية ديالا إنه الشباب بيتجهوا للمقويات البروتينات، ما بيستنوا يعني على حالهم بس بالتمرينات، كتير بيعتمدوا على المقويات، وفي نوادي هدفها المادي إنها بتعطيهم بدون يمكن إشراف أو بدون يعني. خليني أنا أحكي عن المكملات. المكملات الغذائية هدول عاديين، إشي اسمه مكملات غذائية، هي تكميل للغذاء تبعك عشان جسمك ينمو، بكون عاملينهم بطريقة انه انا مع المكملات الغذائيه، بس طبعا كيف نعطيها لامتى قديش العمر، كل هاي كله يكون الجو مناسب عشان نعطي للشاب، وبينفع كمان الصبايا ياخذوه. بس هلا كيف مثلا نحكي للولد الصغير عم بياخد سيريلاكس او الحليب الباودر، نفس الاشي للشاب، يعني هو بده مكمل غذائي فيه فيتامينات، هذه بتكون عاملينها الشركه حاطين فيها كل الفيتامينات المناسبه لنمو العضله، فانه احنا معهم. هلا الفكره انه امتى ياخذها الشاب، احنا عم نشوف انه اول ما بيدخل على النادي بصفي انه زي فريسه لهم، بدهم يبيعوه، طبعا بيبيعوه باعلى الاسعار، وهو بيكون يعني مبسوط على حاله وبده يتحسن وبده لسه مش عم بيعرف ايش شو الموجود، فبروح يعطوه الاسعار العاليه، بعطوه مثلا اشياء بجوز هو بغنى عنها مش ضروري ياخذها من اول يوم يدخل النادي او من اول اسبوع. لا، احنا لازم على القليل نعطيه للعضلة نشوف لوين بتنمو معه، بعد ما نشوف لوين صار معه او حسينا انه وقف مش عم بتقدم بالعضلات مش عم بنمو هيك، او بنشوف صار عنده مثلا مشكلة او اشي، نعطيه شوي شوي بصير بيقدر هو يتعامل معها، يعني في بعد نحكي مثلا 3 اشهر زمن يعني. طيب، يعني عادة في وجهة نظر في بين الشباب او حتى في المجتمع بشكل عام انه البروتينات ممكن شيء بيضر، بيخلي الجسم اذا بتبطل تلعب حديد. لا، هذه مصنوعيات قديمة، هاي مصنوعيات قديمة. البروتين زي ما قلت لك، كيف الولد الصغير عم بياخذ هاي الاكل اللي بيكون محضر الجاهز، نفس الفكرة، نفس الشيء بيكون محطوط فيه كل الفيتامينات، كل الاشياء اللي عم بتساعد على نمو العضله، بس الجسم ممكن بيمتصها بشكل اسرع، بيمتصها بشكل اسرع يعني هي الاشياء هذه مغذيه بالضبط للعضله، يعني مش بس كمان والفيتامينات. وهلا في الصبايا عم بتجهوا للبروتينات والمكملات اجمعها كامله. طيب، الفتره الزمنيه اللي يعني للصبيه، يعني اغلب الصبايا بيروحوا بدها تخس، بدها تحصل على جسم زي ما حكينا مثالي. المثالي الفتره الزمنيه كمان قديش لازم انها تكملها ب، يعني في صبايا بدي اخس خلص ما راح اكل، يعني قديش هلا ما راح تاكلي هذه، بقدر يعطيها مثلا نظام غذائي او لازم يكون في متخصص. بدي احكي لك شيء، في مرات صبايا بظلموا المدربين، تيجي على النادي بتقول بدي أضعف مش بدي أضعف، أوكي تمام إحنا معاكي بهذه الساعة واحدة، إحنا معك ساعة أو ساعتين بالنادي، بس باقي النهار إحنا مش معاكي، فمنلعبها ومنهتم فيها ومندير بالنا عليها وبنمشي معاها على كل النظام، تروع على الدار مثلا بتكون تعبت، أيوان كل إيش مش مشكلة باجي فهي ما بتضعف، فمسافة تقولك إنه مثلا هذا المدرب مثلا مش ما زبطش معي او اشي هيك. هل فيش عندك انت وقت معين قديش لازم اضعف عشان انزل؟ هلا احنا زي ما نحكي انه الرياضه، ومنشجع دائما انه الرياضه هذه بحياتنا، بروتيننا اليومي، كيف عم احنا بنروح على شغلنا، كيف بدنا نروح على النادي نلعب رياضه، اذا ما قدرناش نلعب بالنادي ممكن تعمل في البيت كمان تمارين صغيره، بس فيش وقت معين لتنزل فيه الصبي، يعني يمكن نص ساعه هي كفيله كل يوم مثلا لا يلعبوا اجمالا. اذا بالبيت، اذا بالبيت نص ساعه، ما مش محرزه يعني تقطع تقطع من البيت تيجي على نادي عشان نص ساعه وتروح، انت يعني مش كفاية. كثير حاسستك انه دعوه للشباب انه يروحوا على نوادي. انا طبعا بشجع كل الشباب يروحوا على النوادي. طيب، يعني انت حكيت انه الفتره الزمنيه، انا سمعت هون من شاب انه 24 كيلو خلال شهرين، يعني اكيد هو نزل رقم يعني منيح، اي حدا بسمعه بيكون حابب بنفس الطريقه. اكيد هو مش على نظام معين، يعني بعرفش يعني كان في عنده ترتيب بالاكل، هلا هيش احنا ايش 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 بناكل وايش بيصير عندنا، يعني قديش بندخل سعرات حراريه على جسمنا، قديش جسمنا هو بصير يخزن منها، وممكن اخذ سبلمنت من المواد اللي حكينا عنها، حرق دهون او شيء. لا ولا شيء اخذ،
يعني ما شاء الله عليك ايش بدي جسمه بجوز في انتشار ابدا اعطوا المايك ضيعت المايك تنساش اهم شيء عندك فيه اراده اذا كانت الاراده موجوده بتصنع كل شيء مزبوط والعمر كمان بيلعب دور طبعا شيء اكيد اهم شيء عندك الاراده وانك انت برضه تكون متبع مع اخصائي تغذيه نمشي حياتك بدون انك ما تاخذ مكملات غذائيه بدون اي شيء مزبوط طبعا من عمر مثلا ال 20 لل 25 طريقه حرق الدهون بجسمك بتختلف من ال 25 لل 30 ومن ال 30 لل 40 طبعا كل ما كان العمر اصغر كل ما كان في عندك طاقه اكثر جوا داخليه طيب بالنسبه لما بعد ال 30 يعني هلا بصير يعني احنا برضه 30 لسه شباب بس يعني احنا بنحكي حرق الدهون بكون اقل شويه بالجسم طيب يعني الاستعجال على نتائج التمارين الرياضيه يعني الاستعجال لا انا ضد هاي اذا احنا اخذناها انه روتين حياتنا مفروض انه نكون صابرين عليها اذا بيجي شاب عندنا على النادي بكل وضوح احنا بنخبره انه انت بده يصير عندك جسم خلال فتره معينه من سنه لسنه ونص عشان يصير عندك جسم يعني صحي رياضي بدك من سنه لسنه ونص الصبيه بنفس الشيء اما لما يجينا ناس يقولنا احنا بثلاث اشهر ولا اعمل اشتراك ثلاث اشهر وبدي استفيد وايش هذا انا شخصيا بقول لهم انه 3 اشهر مش كفايه لازم ناخذ وقتنا ولازم نلعب صح عشان هيك في كثير من الناس اللي بيكونوا كثير مستعجلين عمالهم بيبعدوا لسه عن السبلمنتس اللي احنا حكينا عنها هذه عم بيروحوا على اشياء ثانيه اللي هي الهرمونات هاي اللي عم بتدور جسمها الصبيه حكت بالريبورتاج ايش كانت الفقره عم بيبعدوا لسه عن البروتينات السبلمنتس اللي عم الناس بتخاف منها عم بتروح على اشياء ثانيه المنشطات فهذه عماله بتشكل هذه عماله بتشكل هلا غير مش طب مثل ايش نحذر منها المشاهد انه هاي الاشياء ما تستخدموها ايش في هذول كتار يعني مش شيء جديد يعني ما فيش اشياء معينه بس انه لازم يبعدوا عن هال طب خلينا نحكي عن نتائجها السلبيه يعني الشباب شوي هيك متهور في منهم فبقول لك بدل اقعد 6 و7 شهور في النادي لاحصل على عضلات خلص باخذ لي مثلا هلا شخصيا انا ما بعرفش على بعرفش يعني بالضبط فيهم يعني بس هلا طلع في عندنا مثلا اشياء بتاخذها مثلا من هاي المنشطات من الهرمونات بتعمل لك مثلا للمستقبل مثلا ممكن نبدا بعقم ممكن تعمل لك ترهلات كبيره بجسمك ممكن تعمل لك خربشه بالهرمونات يعني راح تعمل لك مشاكل صحيه لقدام يعني نتائج عكسيه تماما جدا سلبيه جدا بتاثر على الكبد على الكلى على عضله القلب على كل شيء احنا نوضح للمشاهد بنحكي عن انواع احنا عم نحكي عن المنشطات مش المكملات بالضبط مش المكملات الغذائيه مش المرخصه مش اللي جايه من شركات معينه من الشركات المعروفه لمكملات التغذيه تمام طيب خلينا نشوف الجمهور هون وخاصه الشباب يعني شو كان موقفكم قبل من موضوع المكملات الغذائية ومن موضوع الأدوية اللي باخدوها شوي الشباب هيك في النوادي كان في عندكم فكرة أو لا أو تخوف أول ما حدا فيكم دخل نادي ولا حدا كان عنده خوف كل الشباب جريئة تفضل اسمي محمد من رام الله بلعب في بلاتينيوم جيم بالنسبة للمكملات الغذائية هي في 1 2 3 4 5 لازم توصل لحد معين فيها اذا بعدت زي ما حكى الاخ شادي بصير معك مشاكل طيب مشاكل عويصه يعني انت بتاخذها انا لا ما بطب فيها انا بس باخذ مكملات غذائيه بس قصدي انا عن المكملات احنا بنحكي عن المكملات طبعا مكملات غذائيه كل واحد بيلعب حديد وبتشوف في جسمه مشاكل طبعا بكون باخذ لا بس هرمونات اللي بكون جسمه كتير كبير اكيد بكون ماخذ هرمونات يعني مش اكيد طيب المكملات الغذائيه بتاخذها تحت اشراف او هي هيك يعني لا طبعا على الخبره يعني انا لي 10 سنين بروح على النوادي بتردد وبعرف كيف وليش ومين طبعا يعني وبسال طبعا بنفس الوقت يعني بعرفش شيء بسال عنه لانه هذا جسم يعني كيف انت بدك تاخذ شيء تضر حالك وكل عبوه محطوط عليها كل عبوه محطوط عليها كيف تاخذها قديش فيها كميات ايش فيها كل التفاصيل بيكون على كل عبوه موجود عليها يعني سهل انه اي حدا بده يقدر يعني بيقدر يقرا بيقدر يعرف كيف يتعلم طيب يعني انا كشاب بدي اروح على النادي ممكن بتعرف اول ما يجي المدرب بدك تسال المدرب تبعك ما وفي منهم بس بيكون مرات هدفه انه يبيع انا كيف بدي احكي للشاب انه مثلا انت بعد فتره معينه تبلش تاخذ في هاي على هذه على امانه المدرب يعني بس انه برضك يعني هلا في كل النوادي بالنسبه لهم هذا دخل ثاني غير الاشتراكات عندهم هاي المواد اللي بيبيعوها هذا دخل ثاني
فبتقدرش انت. طب كمبتدئ متى لازم او بيقدر ياخذ؟ نحكي بعد 3 اشهر مبدئيا، بعد 3 اشهر مش من اولها، يعني بعد 3 اشهر هو اول ما تبلش تلعب جسمك بيكون بحاجه للتمرين، راح تبلش عندك العضلات تطلع، فبعد ما يصير عندك ستوب خلص انت حسيت انه جسمك وقف بمرحله، لازم تدخل له شيء من برا، سبلمنتس من برا طبعا، او تغير نظام اكلك، تصير تتقدم شوي شوي. طيب شادي، احنا يعني شبابنا بيلعبوا بعد ما يبني جسم بصير بتتحول من هوايه، مجرد هوايه، لانه بصير يحب طموحه اعلى انه يشارك في بطولات، مثل ما شفنا في المقابلات بطل ابطال فلسطين محمد الترتير اللي توجه لبطولات عده، لكن للاسف ما كان في دعم من الاتحادات. يعني هلا انا ما فيش عندي تعليق على على هذا الموضوع انه دعم او مش دعم، بس انا بنظري انه احنا برضو اللي مثلا اذا صفت اللعبه بالنسبه لي انا صرت انا احبها، بصير انا اصرف على حالي منها، يعني انا بصير انا اعطيها من نفسي، مش راح استنى انه حدا يدعمني لانه انا اللي بحبها يعني. بس بنفس الوقت لعبه كمال الاجسام هي لعبه مكلفه جدا، مكلفه. حتى بجوز معتصم هون يخبرنا اكثر، عنده بجوز مشاركات في الموضوع. ايش تعليقك على موضوع انه اللاعب عاده ما بندعم في هذا الموضوع، ولا ولما يحضر حال البطوله بيكون بيدفع مصاري كثير لحتى يأهل نفسه وجسمه؟ اول شغله انا بس بدي اعلق على شغله صغيره، اللي هي صبيه حكت انه بالنسبه للطلاب انه مصروفهم باخذوه من اهلهم، وانه لازم يكون في سعر اقل. هلا المفروض طبعا انه اي جيم بالبلد انه يكون عامل عروض خاصه للطلاب طبعا، لانه اكيد الطالب او الطالبه يوم باخذ مصروفه برضه من اهله راح يكون برضه عبء زياده على الاهل، انه غير اقساط الجامعه ومصاريفهم والراحه والجينه راح يكون برضه عبء زياده. هلا طبعا المفروض انه اي جنب البلد يكون في عنده عرض خاص للطلاب وللطالبات. طبعا هذا الحكي انا متاكد انه في كل الجيمات موجود، يعني مش بس عندنا، انه في كل الجيمات موجود عروض خاصة للطلاب. تمام. طب بالنسبة للبطولات حكينا عنها الموضوع، هلا هو بالنسبة للبطولات طبعا الرياضة زي ما حكى الكوتش شادي انه هاي الرياضة جدا مكلفة، والاتحاد الفلسطيني هو المفروض انه يدعم الابطال الموجودين في فلسطين. انه ما عم يدعم هلا، يعني ايش وجهة النظر؟ ممكن هذا السؤال توجهه للاتحاد، بس على فكرة احنا عندنا قدرات بالضاهي، يعني عندنا ناس كتير مؤهلة وعندنا ناس اجسامهم راقية جدا، وممكن يعني في عندنا ناس مثلت في آسيا والعرب وأخذوا مراكز. هلأ المهم إنه يضلوا مستمرين في دعمهم، يوم هم بيستمروا في دعمهم ممكن إنهم يعطوا أكثر ويشاركوا بطولات عالمية. يعني أنا إلي أخ شارك هون أخذ بطل فلسطين للناشئين، شارك في أمريكا، هلأ هو عايش في أمريكا، شارك أخذ الأيرون مان على وزنه، أخذ أول مبتدئين وثالث محترفين، اندعم من أول مشاركة في أمريكا، اندعم ماديا. قديش بتكلف عنا عادة هون لو شخص بده يحضر حال البطولة؟ التكلفة المادية تكلفتها جدا عالية، مش راح تكون أقل من 30,000 شيكل. 30,000 شيكل يعني مبلغ ما تفكر. موضوع الأكل اللي بده يجهز لبطولة بيكون نظام الأكل عنده مختلف تماما، بيكون برضو نظام البروتينات اللي عنده والسبلمنتس برضو اللي بخدها بيكون مختلف. فهمني كيف؟ هذا الحكي جميعه أنه مكلف، وغير هيك أنه برضو بده راحة، يكون هو بكون بيشتغل، فما بقدر انه جسمه يعطي مزبوط بدون ما انه يكون برضه مرتاح. لاعب كمال الاجسام لازم يكون في عنده وقت للراحه لينام عشان الجسم ينمو. طبعا الجسم ما بينمو الا وانت نايم، بصير افراز الهرمون الطبيعي في الجسم خلال وقت النوم، انت خلال الفتره اللي انت بتكون تتحرك فيها ما بيكون الجسم يفرز، مجرد ما انت تنام جسمك بيرتاح ببلش افراز الهرمون الطبيعي في جسمك. طيب يعني شكرا لك. اخر سؤال عندنا بما انه الوقت الحلقه قرب يخلص، نصائح سريعه لاي حدا بده يروح على النادي، شو ممكن تعطيه 3 نصائح؟ اول شيء تحديد هدفه، تنين اختياره للنادي تبعه، ثلاثه ممكن يدير باله على اكله. هذه اول وحده قبل ما يتوجه حتى على النادي. لازم قبل ما يتوجه على نادي لازم يدير باله على اهله على لاكله، ويضل بالنسبه له بشكل طبيعي، يعني بشكل يومي يدير باله، مش ايش مصح اللي انا اكل من هون شوي اكل من هون شوي اكل من هذا غلط حرام. احنا راح نحاول حرام. اي حدا بروح على النادي من اليوم يصير يروح على النادي. وانت اول واحد اصلا. احنا اسفين والله خلص وقت البرنامج، يعني بس يعني اخر شيء حابين نتفق مع بعض نصير نروح على النادي مع بعض خلاص. طيب تمام.
مشاهدينا، يعني احنا هيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من شباب البلد. كان موضوع حلقتنا عن النوادي الرياضية وأهمية الرياضة بالنسبة للشباب. الرياضة إشي مهم للشباب زي ما حكينا في هاي الحلقة، وإشي طبعا بديهي. ناس حكوا عن المشي انه ممكن يكون مفيد للجسم، بس دائما التمارين الرياضيه بتعطي للجسم امور اكثر من قصه مشي بس. مزبوط يا هبه؟ مزبوط. يعني الرياضه هدفها صحي، بنتمنى على كل الشباب انها تكون فيها بالطريقه الصحيحه لحتى ما تجيب نتيجه عكسيه. بدي اشكرك المدرب الرياضي شادي حنا، كنت معنا ضيفنا، اهلا فيك. بدي اشكر الشباب وكمان مشاهدينا. بدي اطلب منكم تنتظرونا بحلقه جديده من شباب البلد، تيجيكم كل ثلاثة ساعة 8 المساء على الهواء بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي. تحيات طاقم البرنامج على رأسهم مخرجنا محمد فرج، يعطيك ألف ألف عافية. كنت معكم أنا هبة حسون وعدي غزاوي. شباب سلام. البلد، إلى اللقاء. إحنا شباب البلد يلي بيسعوا كله.